فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الرقاة يقرأ في سره على بعض المرضى أبياتا من الشعر بدلا من تلاوة القرآن. لا لا، ولا يخفي حتى تلاوة القرآن، ما يخفيها، يظهرها، لئلا يدس شيء ما لا يجوز، لا بد يتكلم، يتلفظ، يسمع. نعم. يقول حفظك الله، يقول: قصده من ذلك ليكشف على المريض. ما في الرقية شعر أبد، هذا من الشيطان. الرقية ما فيها شعر، فيها آيات وفيها أدعية شرعية، ويسمعه الحاضر، ما يخفي شيء يدغمه. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.